مساء الخير. إذا طلع صبي إيفي، أما إذا بنت كنا متفقين على أسمائهم، بتتذكر؟ لأنه أنا كنت حامل. بس هلأ خسرت ابني. أنت ما قدرت تصير أب، بس صرت مجرم. عم تكذب إلكار، احكي شي. هي عم تكذب، جاوبها. يلا لا تكسر بخاطر مرتك. شو عم تحكي هالبنت؟ جاوبيني هلا. سمعت الحكي يا إلكار؟ تفضل جاوب. يلا. ما رح تجاوب على شي، ما رح يجاوب على شي. طلعي من بيتي فورا وحاكي محاميكي، لأنه اللي عم تعملي حضرتك هلأ. أوه ست هالة، من إيمت بنحكي بهالرسمية؟ لما كنت تقولي لي تركي ابني كنا نحكي بطريقة غير. هلا شو يعني هذا الحكي؟ إلكار عم قل لك جاوبها، ما بدك تسكتها لهي المجنونة. طلعي من بيتي فورا وحاكي محاميكي، روحي لعنده لحتى يشرح لك قديش غلطتي بجيتك لهون. انتو كمان حاكوا محاميتكم واسألوها كم سنة رح ينحكم ابنكم على عملته. انت ضربتني بالكرسي، انت يلي بدأت. ما بيهمني مين يلي كمل علي وقتها وزتني من السيارة، انت عملت هيك قصدا. ضربتني مع انك بتعرف اني حامل. انت مجرم. إلكار بترجاك قول شي، احكي اي شي. جانسيل لو سمحتي تعالي ورافقي الانسه لبرا على الباب. واحد جبان، انت واحد جبان بيتخبى ورا امه كل ما بيعمل شي يا إلكار. كلامه مزبوط. كانت حامل. وأنا كنت بعرف إنها حامل، ومع هيك هجمت عليها وضربتها بالكرسي. إيه؟ في حدا ما سمع؟ لولي أنا ضربتها، سمعتوا كلكن؟ اشبعوا من بعضكم هلأ. ايه كانت حامل، كم مرة صرت قايلها حدا ما سمع؟ كانت حامل.
أنا هجمت على مرا حامل، كنت بعرف إن حامل ومع هيك ضربتها. إيه؟ سمعت عمي هارون؟ سمعت مو؟ ايه انا كنت عم خون بنتك وهي المرة كانت حامل مني، فهمتوا ولا عيد لسه؟ بابا ممكن تستناني على الباب برا، بدي روح معك. وين كنتي؟ علقتي بالعجقة؟ يا عيب الشوم عليه، ندمان على الساعة اللي جبته فيها. شو هالمصيبة؟ هذا عار علي وعلى عائلتي كلها، عديم الأخلاق، لكم مختل عقلياً، وبالنهاية سرقات الأطفال كمان. يلا بنتي. يلا بنتي خلينا نمشي. يا عيب الشوم عليك يا هالة، كنت بتعرفي بقصة البنت وبالولد اللي كان ببطنها مو هيك يا هالة؟ أكيد بتعرفي. كنت سكران، انت ما كنت بوعيك. لو كنت بوعيك ولو شوي ما كنت عملت هيك، ما كنت ضربتها بالكرسي. انت ما عملت عن قصد وما كنت واعي لتصرفاتك، ومو انت اللي زتيتها من السيارة، ما كنت بوعيك. انت ما أذيت البنت ولا اللي ببطنها عن قصد أبدا. ايه
أنت بدك تصدقي هالشي ماما، وبدك تخليني صدقه معك، وإلا حتى أنت ما رح تقدري تضلي عم تحمي ابنك. رح ضل أحميك لآخر لحظة بحياتي، لأنه هي هي الحقيقة. بس حبيبي أنت اليوم كتير غلطت، لو ما اعترفت بالحمل ما كانوا قدروا يثبتوا شي، بالوقت اللي أبوها الرخيص مفكر هاد من شطارته. أنا اللي غطيت على الإجهاض. خلص. برافو ماما، تصرفت بغباء وأثر عليك كلام هارون كمان، اللي كان لازم تعمله إنك تقول هاد الكلام كله مو مزبوط. أمي خلصنا بقى. حتى أنت ما عاد فيك تنقذي ابنك. لا ما سمعتي غلط بيريل، قلتلك البنت كانت حامل، اجت وقالت هالحكي بوشنا. كيف يعني؟ شو بعرفني بتحليل الدي ان اي انا؟ عم قلك الحكي اللي صار. شو بدنا نعمل هلا قليلي؟ شو رح يصير بهالحمار؟ رح يتحاكم بجريمة قتل كمان؟ بانو، اللي كنت متوقعته صار. كيف يعني؟ يلي انت كنتي متوقعتي؟ فيك تقولي انه تغيرت كل المخططات. طالما لسه في مخططات لساتنا بأمان. ايه لساتنا بالأمان، الأمل الوحيد هو أبو البنت. ما فينا نطلع من هالقصة، لا فينا نهرب من القضاء ولا من اللي ناطرينا على السوشيال ميديا. ما حدا رح يبرر له إنه يأجهد مرة حامل، ما حدا بيقدر ينقذنا هاي المرة. بانو، لازم نحل هالموضوع مثل ما اتفقنا من الأول. فهمت علي مو هيك؟ اي فهمت عليكي. تمام، يلا باي. إذا راحوا على المحكمة واستخدموا ادعاء الحمل رح يثبتوا تقرير الضرب. لازم ناخد حذرنا من هالنقطة هاي. فيكن تشيلوا هالصور بقى، ما عم بقدر ركز من وراهن. يلا خلينا نشيلها، خلينا نشيلها حتى الست هالة ما تشوف الإنجازات اللي عملها ابنها. هاي الصور مانا إنجازات ابني يا إسماعيل. مو كلها، نصها بس. مو مشكلة أمي. إيش هاد؟ أنتو سمعانين؟ البيك الصغير عم يعترف إنه هو ورا كل شيء، مو معقول. كيف آخذ حذري؟ يعني بس البنت ما أخذت حذرها بوقتها؟ ولا شوف؟ إسماعيل، كيف ضربت البنت؟ ها؟ إذا بتحب ورجينا. بلا هالحكي. يلا مسيك ورجينا. مبسوط باللي عم تعمله؟ يلا ورجينا، يلا لشوف.
اسماعيل شو عم تعمل؟ شو عم اعمل؟ شبك؟ شو يعني ما راح يسألوه؟ ها؟ بكفي بعد الإفادة اللي كلها كذب ما راح يسألوه؟ المحكمة ما راح تسأله شو عمل؟ ابنك اللي بترجف ايديه ورجليه قدام ابوه وامه بكرة قدام القاضي شو بدي اعمل بالمحكمة؟ هيك ضربته! انا هيك ضربته! خلاص الكر 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 خلاص هيك ضربته! ما بكفي! بكفي! كيف ضربته! الكر خلصنا بقى بكفي! انبسطت هيك! الكر! ما خلصنا! ارجع ورجيك! هلا بورجيك! رح ورجيك كيف ضربته! الكر! استنى! هيك ضربته! بكفي بقى! لك انت اب انت هي وقعت ها؟ بدها تتطلق شو قول؟ والله حلال عليها مع أنه تأخرت شوي بس منيح عملتها أخيرا إيه قالت لحالها خليني أخلص من بلوي قبل ما أنفضح أنت ما أخذت الورد لمرتك؟ ليش أعطي الورد كل هالأهمية ماما؟ شو يعني أنت هلأ رح توقع وتخلص من هالقصة كلها؟ إيه كيف فيني فرحك هلأ أمي؟ روح على بيت كنتك السابقة وأترجاها هيك بدك؟ أنت كتير مرتاح هلأ؟ مفكر إنه ريم عم تمزح معك مثلاً؟ أنا شفتها للبنت ما عم تمزح وأنا بقبل التحدي الزوجان اللذان لم ينزل اسمهما طوال هذه الفترة عن الصفحة الثالثة إلكر إلغاز وريم أورهون يتطلقان منذ عقد قرانهما السريع أثناء فتح قضية العنف لم يفلت الزوجان الشابان من الأخبار والآن تقول المصادر أنهما سيتطلقان بكفي حبيبتي هند بلا هالحديث من عند الصبح أساساً وأنا ممسد هالحكي واضح إنه إشاعة إيه شو دخلنا؟ يصطفلوا يعملوا يلي بالدنيا بالأخير ما بيخصنا هالخبر مين قال لك؟ في وحدة قاعدة بيناتنا كتير بيهمها هاد الخبر أي خبر هاد؟ يي يسلموا إيديكي خالته بهار عذبتي حالك وعملتي كل هاد مشاننا؟ عن جد شكراً كتير مرت خالي أنا رح خلصك من فضولك حسب آخر الإشاعات عم بيقولوا بالأخبار إلكر وريم حيتطلقوا الحياة اللي فرقت ريم وإلكر فرقت كتير قبله أنا متأكدة إنه إلا يوكسال عم تجهز لحفلة الحنة تبعها الظاهر إلا يوكسال وصلت للي بدها إياه وقدرت تطلقوا من بعض ريم أورهون بنت محترمة وتحملت كتير هو خسر ملكة ما عرف قيمتها خديه وشبعي منه يا إلا يكسر الملكة تخلت عنه ما توقعت يكون عندك سر أنت كمان يا ريت جبت لك أكل معي البنات والقطاط بيقولوا إنه بيشبهوا بعض رح عد لثلاثة ورح أعمل مشكلة إذا ما رحت ليش لتسهلي قضية طلاقي؟
ما بتهمني قضية طلاقك. واحد، أنا رح طلق إيلا وبدي أحكي معك، وأنا ما بدي أشوف وشك. اثنين، كل يوم رح أطلع بوشك حتى لو كانت تمن شي مصيبة، ورح ضل هيك لليوم يلي رح فوت فيه على السجن. سمعت إنكم قررتوا تخبوا الإجهاض، إذا بدك تحكي معي ففي كتير شغلات بدي أحكيها بهالخصوص. ثلاثة، خبر طلاق الزوجان اللذان لا ينزل اسمهما من الصفحة الثالثة كقنبلة على أسماع الجمهور. مصادر مقربة من عائلة أورهون يؤكدون على أن الطلاق ساري، لكن مصادر أخرى من عائلة إلغاز أكدوا أن خبر الطلاق مجرد إشاعة لا أصل لها. شفتي؟ قال خبر الطلاق إشاعة، قلتلك هالحكي. ليكي، أنت رح تطلقي من قليل الحياة تيمور، وأنا بتطلق من زوجي يلي مو موجود. بس هاي البنت شو كان اسمها؟ ريم مو؟ هاي البنت مستحيل تتركه لهذا المختل. ليكي ليكي على هالنظرة. ريم؟ تمام، أنا منيحة بابا، منيحة. تمام، يعني أنا لهلأ ما عم بقدر صدق إنه نحن هون. شو هالسرعة هاي؟ أنتوا إمتى لحقتوا تتخانقوا؟ وإمتى حكيتوا وقررتوا تطلقوا يا إلكار؟ وما عم صدق شو عم تعمل ماما. دقت لي تليفون قالت لي أنا راسي واجعني يا بنتي وأخوكي عم يطلق، لا تتركي لحاله، وسكرت. كيف تركتكن على راحتكن وسكتت؟ بصراحة أنا كنت متوقع تهددني بالمسدس، بس أنا عم بحكي عن جد. خايفة تندم، خايفة تناناتكن تندم وأخي، بس أنت أكتر. ليك إلكار، أنت لحد اليوم لسه ما خسرت لريم أبدا، وما بعتقد إنك قدران تفهم هاي النقطة بنوب. هي البنت لما كل العالم كانت واقفة ضدك اجت على السجن وتزوجتك، شو صار هلأ فجأة بدكم تتطلقوا حتى أمي ما قدرت توقفكم؟ ولك حتى محامي مالك جايب معك إلكار، جاي هيك لحالك؟ معقول أنا ما عم صدق. ها؟ ليكي، مرتي الحلوة اجت مع أبوها. ريم، حبيبتي ريم، الإشاعات صحيحة، سيتطلقان. بلش يكتبوا بالأخبار، قولي لي كيفهم هنن؟ مثل العادة أمي، يا بيتطلقوا ما بقى يتعرفوا على بعض، يا بتصالحوا فجأة وبيرجعوا لبعضهم. المدعي ريم أورهون إلغاز، المدعى عليه إلكار إلغاز. يلا ماما هلأ رح سكر، باي باي. شيء حلو. المدعي ريم أورهون إلغاز والمدعى عليه إلكار إلغاز، مكتوب عندي إنه ما في بيناتكن أطفال، وقلتوا إنكن مو طالبين شي من بعضكن نهائياً،
لا تعويض مادي ولا معنوي ولا حتى نفقة. وبسبب الخلافات الكبيرة ومشاكلكم يلي عم تأثر على العائلتين وتزعجهم، قدمتوا لمحكمتنا طلب للطلاق المتفق عليه. المدعية ريم أورهون إلغاز، حضرتك مصرة على طلب الطلاق؟ مصرة. المدعى عليه إلكر إلغاز، حضرتك قبلان طلب الطلاق؟ قبلان. يلا يلا بسمع. وهلا تم الطلاق، زواج القرن بتركيا انتهى بجلسه واحده. لو سمحتوا شباب بعد اذنكم. تم قبوله كدعوى طلاق خلافيه بالمحكمه لانه زواجهم ما كمل السنه لسه. المدعيه ريم اورهون الغاز استخدمت القضيه اللي اثرت بالراي العام كسبب للطلاق، وبهالطريقه اتطلق الثنائي يلي بيناتهم خلاف حاد بجلسه واحده بس. الثنائي الثري الذي ملئت الصحف باخباره منذ 6 سنوات، تاره بصلح وتاره بخلاف وانفصال، كانا قد تواجع علاقتهما بالقران المفاجئ الذي عقد في السجن، واليوم وبجلسة واحدة فقط تطلقا بالاتفاق. الثنائي الثري الذي لم ينزل اسمهما من الصفحة الثالثة لعلاقاتهما بقضية إلا يوكسال أشعل طلاقهما فتيل الكثير من الشائعات. لقد سمعنا قبل فترة قصيرة بقرار طلاق ثنائي الشاب، ولكن مصادر قريبة من عائلة إلغاز خصيصاً كانت قد كذبت هذه الأخبار. مدام ريم، كتير زعلنا لما سمعنا بطلاقك. لو سمحتوا، الطلاق له علاقة بالقضية مدام؟ لو سمحتوا، ممكن تخبرينا شو السبب لو سمحتي؟ علاقة إلكربيك؟ إلكربيك إذا بتريد. إلكر إلغاز لم يدلي بأي تصريح أثناء مغادرته مع أخته الكبيرة آسو، وما لفت الانتباه كان قيامه بإشارة النصر للكاميرات. رافع إشارة النصر لك. لك هذا وحيدك، ما نرجال أبدا، تير عليه مهرج. يعني برأيك إشارة النصر ما نتصرف جارح ووقح كمان يا إلكر؟ برأيي كانت حركة حلوة. بلا ما أحكي بيكون أحسن. خلصتي إختي؟ شيلونا من هالسيرة بقى، عملتها وخلص أصلاً. بالأساس كنت عم بمزح، هنن ما فهموا مزحتي. بس أنا ما بظن إنه ريم ضحكت على هي المسحة، مو هيك؟ أنا بعرفها منيح لريم، ما رح تتركك ورح تردلك ياها بأقرب وقت. مرحبا. الحقيقة كنت عم فكر اكتفي بتصريح كتابي، بس بما أني بشارككم كل لحظة من حياتي الخاصة طول هال6 سنين، ما بدي فوت بمود الخصوصية هلأ. إيه صح، اتطلقنا، انتهينا. وأنا ما رح أحكي الجمل الدبلوماسية اللي بيقولوها، يعني ما رح أقول إنه مستنين منكم تحترموا قرارنا وإنه نحن بفترة حساسة، لأنه نحن ما احترمنا زواجنا أصلاً لحتى نحترم طلاقنا. طلقنا وخلصت القصة، كبينا هال6 سنين، وأكيد شفتوا إشارة النصر يلي عاملة زوجي السابق. بس أنا بعرف حدا تاني رح يحس حاله انتصر، إلا يوكسال. جهزي حالك. ها، ولا تزعلي لأنك أجهضتي، بتجربوا من جديد. إذا كان ولد بتسموه إيفي، وإذا كانت بنت بتسموه ريم. وهي ردت لك ياها؟ شو كنتوا متوقعين؟ واضح إنه هيك حيصير. البنت وقفت وصبرت كتير
وبعدين ضربتنا من المكان اللي بيجعنا. إذا فوتت سكين بجرح المرة اللي قهرتها سنين وكسرت لها قلبها رح تاخد هالسكين ورح. شو صاير بانو؟ يعني في شي أخبار جديدة؟ القيامة عم تقوم. اتركه مفروض ولا قربته؟ إلا لا تروحي بنتي، ما بدي اياك تروحي على الجامعة. خلينا نستنى شوي. ليش أمي؟ لأنه ستري متطلقت منه ونشرت القصة؟ لسه بكير كتير حبيبتي، لو سمحتي. لو سمحت شو أمي؟ بدك اتخبى بغرفتي واحرق سنه كامله؟ الا انا فهمانه عليكي، صدقيني انا فهمانه عليكي وكتير منيح، بس انت مجبوره تحميني مو هيك؟ وانا مجبوره اني كمل حياتي ماما، ورح كملها، ما رح خلي شي يضيع مني كرمال هالقصه. انا رح كمل من محل ما وقفت. عادي، الكلمة السحرية عادي. أنا طالبة عادية وطبيعية بتروح على الجامعة، وكل شي رح يكون مثل اليوم يلي كان قبل يوم عيد ميلادي، رح يكون عادي. ليش عم تطلعي ديري وشك؟ أنت منيحة؟ يا ربي دخيلها. منيحة عمر؟ ليش لحتى ما أكون منيحة؟ لك هي ما بتستحي أبداً. كل شي عادي، جامعتنا مثل كل يوم. ما بكفي خربت بيت الزلمة ومرته؟ ليكن البنات هونيك. أنا قالت لي بشرة، بس أنا ما صدقت إنه ممكن تجي. هي ليك وهي جاي لعنا يا بنات، وأنا مو طايقة أشوف وشها. أو أنا مو طايقة أشوفها كمان، بس لازم نسكت، عيب. اسكتي. سلام، أنا أجيت. أهلا وسهلا إلا، كيفك؟ كتير منيحة. شايفتك مروقة اليوم وكتير منيحة. منيحة، شوي شوي عم بتحسن، يعني اشتقت لقعداتنا كتير، واشتقت للجامعة كمان، اشتقت لكم كلكم. ونحن اشتقنا لك كتير، بس ما توقعنا نفسيتك منيحة. قالت لنا بشرة انك رح تجي تداومي، بس ما توقعنا بصراحة، يعني بعد كل اللي صار، بعد هديك الحادثة. ايه يعني انا عم حاول ارجع لحياتي، كتير داخلقي من قعدة البيت، لأيمت بدي ضل نايمة بالتخت. ايه برافو عليك. ايه ونقيتي الفترة اللي ترجعي فيها. ايه انتو شو اخباركم؟ انتي شو عملتي مع اوكتاي؟ قدرتي تطبقي؟ ايه طبقته كله تمام، يعني منيحة. يا بنات بلشت المحاضرة خلونا نمشي. اذا بلشت محاضرتك فاكيد محاضرتي بلشت كمان، خلونا نمشي. يلا نشوفك. شو المحاضرة اللي كانت عنا بهالوقت؟ اللي رسبنا فيهم مو الجداد. ايه يا روحي يلا منشوفك بعدين. انبسطت بشوفتك حبيبتي، يلا منشوفك. باي باي. باي إلا. يلا باي باي إلا. نحن مو طلاب سنة أولى؟ بشو رسبوا؟ شو رأيكم نضل اليوم سوا؟ وأنا ما بحضر اليوم؟ عن جد فكرة بتجنن كتير. أنا بدي روح على الحمام. استني وأنا كمان بروح معك. لا بشرة، لا تعملي هيك لو سمحتي. شوف 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 مين إجا على الجامعة. شو عم يصير لرفقاتكم؟ شو مشكلتهم؟ شو هدول جنوا يعني؟ ليش عم يعملوا هالحركات اللي بلا طعمة؟ يعني ما فهمت شو عم يصير؟ يعني شو عملت البنت؟ شو عملت؟ أكلته للزلمة؟ البنت تعرضت للضرب، للضرب عم قلك، انضربت ورجعت من الموت وإجت على الجامعة. أمصار اللي بيعرفها واللي ما بيعرفها يتطلع فيها. ليش عم يتصرفوا كأنه هي المذنبة؟ طبعاً أنت من وين بدك تعرف كلام المواقع والمجلات؟
معقول اشرح لك القصة لك؟ شو بك اوف؟ ليك ريم وإلكر مبارح انفصلوا عن بعضهم، والأميرة ريم طلعت مبارح وحطت إيلا ببوز المدفع ونشرتها على مواقع التواصل، يعني يلي هدت بيتها ويلي أجهدت بتكون رفيقتنا. تذكر منيح، نحن غلطنا كتير، كان غلط تداوم بهاليوم. إيلا مو صح ترجع على الجامعة بكل هالتوتر. شفتيها لإيلا يوكسا؟ إجت عن جد؟ شفتها؟ مو معقول شوقحة، مو خلت إيلكر يتطلق وجاي عم تضحك كل وقاحة. أنا لو كنت محلة ما كنت قدرت أمشي بين العالم، أما حضرتها مزبطة حالة وجاي على الجامعة كمان، عن جد غريبة. في كتير بنات مثلها ما بتعمل حساب لحدا، بهمة بس تلفت النظر. طولي بالك، نحنا ما بنعرف شو عملت البنت ولا فهمنا شي من المحكمة، ضربها ولا ما ضربها؟ مبينة لما ما عطاها وش قالت انه ضربها، ولما اتطلق صار مو ضاربها. شكلها هاي البنت مريضة نفسيا، بجوز بتحب العنف. امشي. شو رح نعمل؟ يعني رح نضل متخبيين بالحمام وهربانين من البنت؟ شو بيعرفني، والله بتلفت أعصابي كل الوقت بتسأل عن أوكتاي. إلك الصراحة والله أنا مو عاجبتني نظراتها لأوكتاي أبداً. هو أي ولا أنا، وأوكتاي قال لي هالحكي أصلاً، ولو كان بده ياخدها كان أخدها من زمان كتير. أصلاً اللي قدرت تلعب بريم أورهون الله أعلم شو بتعمل فينا، مو هيك؟ ما حكها. بس يلا منيح اللي صار هيك، وإلا كنتوا ضليتوا رفقاتها المقربات. تعرفوا أنا ما صدقت قصة الضرب من الأساس. بس على فكرة هالإلا ما طلعت سهلة أبدا، ما كنت مفكرتها هيك. إلا أنتي يمكن فهمتينا غلط. إلا لو سمحتي، إلا ما قصدنا نحكي عليكي هيك. إلا استني. يا الله شو عملنا. ها إجت عمر. صاير شي معه؟ فينا نروح على البيت؟ ايه فورا. ابوكي بتعرفي كيف لما بيخاف ببطل يعرف شو عم بيتصرف وشو عم بيحكي. يعني حبيبتي انتي لا تاخدي على كلامه، هو بس من خوفه خايف انه ينحبس، حتى أنه ما عم بيحكي هالحكي من قلبه، بتعرفي مو؟ وأخي شو ماما؟ هو كمان لما قال أنه بيكرهني ما قال من قلبه؟ هو لساته ولد، يعني أكيد هو ما قال من قلبه. وشو مشان يلي عنيت؟ هنن ما بيعرفوني أساساً ماما، هنن عم يحكوا علي أكتر من هيك، وأكيد ما لي مكانة بقلبهم، يعني عم يحكوا يلي عم يحكوا عن قناعة. وأكيد رفقاتي ما عم يحكوا علي من قلبهم كمان. كيف كانت الجامعة؟ انتي شو عم تساوي؟ إلا بدي اترك الجامعة. بعد نص ساعة تعرفي شو رح تعملي. ما بعرف شو ساوي بموضوع ترك الجامعة. بالجامعة وبالبيت حتى يمكن بموضوع أني أترك عيلتي كمان. شو قصدك إيلا؟
يعطيك العافية مرت خالي. شكرا. أنا أجيت أخذت تياب خالي، بدك ياني ساعدك بشي؟ لا حبيبتي، ما بقي لي غير المسح. مرت خالي أنا كتير زعلانة عليكي والله. شو رح يصير فيكي أنتي وخالي بعد هلأ؟ يعني صح إنه إيلا كبرت وصارت صبية، بس مارت لسه صغير حرام مشانه. أنتي لا تزعلي حبيبتي، أنا بدير بالي على ابني. يعني أنتي عن جد هلأ ما رح تفوتي خالي على البيت؟ أنا ما عم أفهم شو عمل خالي لحتى جننك لهي الدرجة. حبيبتي هند، خالك بيكون ناطر تيابه، روحي لعنده. بتعرفي مرت خالي قضية التعويضات كتير شغلت لي بالي وقلقتني. أنا ما عم أحكي هيك مشان المصاري، لا تفهميني غلط، بس إذا ما رفعتوا عليهم دعوة التعويضات هي رح تكونوا سكتوا على كلام الحمل وثبتوا على البنت. حطي ببالك هالحكي. هند لو سمحتي أنا ما بدي أحكي بهي الأمور هلأ، وأساساً بدي شغل المكنسة. إيلا أهلا وسهلا، شو وين كنتي بالجامعة؟ لا أنا أنا آسفة حبيبتي، أنا سمعت إنه أنتي حتتركي الجامعة وزعلت كتير عليكي، بس بصراحة أنتي معك حق، يعني لو حكوا هيك علي من ورا ظهري وصار الكل يأشر علي كل الوقت، أي مو بس وقتها بترك الجامعة، يمكن ما بقى أطلع من البيت حتى. أنتي عن جد كتير قوية، برافو إيلا. بس ليكي مو طلع الفيديو هداك اليوم اللي عم تهرب فيه ريم من الصالون؟ اوعك تقري التعليقات اللي عليه، لأنه كتير كاتبين تعليقات بشعة عنك، اوعك تقريهم إيلا، انتقدوكي بطريقة بشعة وجارحة كتير، اوعك تقري وخليكي هيك، برافو عليكي. إذا حدا مسكني رح تصير كارثة بالعيلة، بتعرفي مو؟ ما في مكسب ما بده مخاطرة، ولا شو رأيك؟ عم تصير شغلات كتير غريبة، يعني بالأول إيلكر وريم اتطلقوا، وبعدين ردت طلعت قصة حمل إيلا وإجهاضها. لما ستي سمعت الخبر كان رح يجيها سكتة قلبية للمسكينة، وخالي تقلع من بيته، كلهم انصدموا. أما مرت خالي فرحت بقضية التعويضات وطالبت خالي فيها، ما بعرف شو عم بيصير. أماني خبريني شو عم بيصير بانو، والله بطق إذا ما بعرف. أماني قولي لي شو القصة، والله أنا بكتم الأسرار وما بحكي أبدا، عم قل لك والله ما بحكي. يو بتعرفي هي أحلى من الصور اللي بيحطوها على الإنترنت حتى. لحظة، هي أصلية ما أنا تقليد عن جد ماركة، ما أنت بتفهمي فيهم أكيد. حبيبتي خدي الشنطة وروحي على البيت، بعد ساعة بكون أنا رجعت. بس بانو في عندي سؤال، فهميني أنت ليش ما بدك تاخدي موبايل إيلا؟ يعني ما فهمت ليش طلبتي موبايل مرت خالي، أكتر إنسانة مملة وسخيفة بالعالم كله، شو القصة حكي لي. حلو كلامك عن مرت خالك. على كل حال انتي لا تهتمي بالقصة، خدي شنطايتك والتهي بموبايلك، فيكي تنزلي. فتحت كلمة السر، خمس دقايق وبكون عندك. لا ماما، ما نو بغرفتي. حبيبتي رجعي دوري مرة تانية. مرحبا. مرت خالي لا تواخذيني، موبايلك ضل معي، أخذته بالغلط، خربطت فيه، لا تواخذيني. تفضلي. كان معك يعني؟ موبايلك وموبايل أمي نفس بعض، لهيك خربطت فيه وأخذته، يعني أخذته معي بالغلط، آسفة كتير. هند دقينا عليه مليون مرة، ليش ما رديتي؟ كنت عم بتمشى وحاطة السماعات، ما سمعته إيلا. إيه وصحي، أنا كنت عم حاول أفتحه وجربت فيه كتير، قام انحزرت كلمة السر. لا تواخذيني. ليش كنتي عم تجربي تفتحي؟ إيه شبكي، ليش هيك عم تطلعي؟ ليش شوفي بموبايل أمك أسرار دولة مثلاً؟
لا ما في أسرار دولة، بس ليش لحتى تحاولي تفتحي موبايل مو لإلك؟ ليكي اسمعي حبيبتي، ظاهر إنك مشوشة من الكلام اللي سمعتيه، بس ما فيك تفشي خلقك فيني، فهماني؟ خلصنا يا بنات، شو بكون؟ مرحبا، بعتني بهدير بيك، خلصنا من التدقيق التقني وعم استنى اتصالك ليحكي معك بخصوص النتائج. شكرا لك. يا سلام، تحقيق تقني وما بعرف شو، برافو عليكم شاطرين. أنا مو أخذ القضية جد، بعدين موضوع التعويض ما له مشكلة. صح ريم غلطت لأنها حكت المعلومة، بس بنتي ما كذبت بالنهاية. بس هن رفعوا القضية عليها لأنها كذبت، وما في معنى ولا أي دليل بيثبت عكس حكيهم. إسراء خلص شيلينا شوي من قضية التعويضات، في عنا شيء أهم بكتير، الزلم اللي هرب على بلغاريا ما في أي خبر عنه. القصة ما عاد فيها شيء من المنطق وبتخالف مسار الحياة الطبيعية، في حدا هربه لهنيك وعم يحميه كمان، ونحن عم نحكي عن قضية التعويضات هون وقاعدين وما عم نعمل أي شيء مهم. هارون بيك، نحن ساوينا كل الإجراءات القانونية اللازمة، وصدقني عملنا كل شيء بنقدر نعمله عن طريق القانون، بس في حدا عم يعمل شغلات برات القانون، خلاه يهرب لهنيك وحطه تحت جناحه. اللي انت شاكك بحدا هارون بيك؟ لا لا، الحقيقة ما في أي دليل ملموس للشكوك اللي عم بتدور بعقلي. هلأ قدرنا نثبت رقم غريب ومو مسجل بالأسماء وانحذف من كل قوائم الاتصالات، ومحكي معه بأوقات ملفتة للانتباه والخط بدون قيد على فكرة. نحنا متأكدين لمين هو، بس بتعرفي شو المشكلة؟ ما في عنا أي أثبات. منيح أنك جيتي لعندي وحكيتي هون، ما رح خليك تنزدي قبل ما تهدى أعصابك. يعني خلص صار الوضع أسوأ، بس نحن منعرف هالشي أساساً، منعرف إنه كانوا عم يحكوا لما كانت تتكذب عليكي. خلينا نعلن هالحكي. كيف؟ معقول روح أعلن عنه؟ الرقم أكيد موجود، بس لما نتصل عليه بيعطيكي إنه ماله مستخدم، ما فينا نثبت إنه كانوا عم بيحكوا مع بعض. أنا بعرف كل شي، قاعدة ومربطة إيدي، هذا عجز اسمه. مين هذا ألف؟ شو؟ ما رح تردي؟ بهار؟ هارون أور هون؟ هاتي ليكي بهار، قبل ما أحكي معك أي شي خليني ذكرك بتيمور وتصرفاته معي. قالها أنا رح أقتلك بإيدي يا بنت، رح أقتلك بإيدي. خلص ريم، قولي ريم، إيدي المجنونة. شو عم تعملي ريم؟ انتي بس كرمال ما ينكشف موضوع بنته قلتي انك وقعتي وجرحتي راسك بالغلط مشان ما يصير مشاكل بين الست إيلا وابوها، كذبتي على تيمور. وشو صار بعدين؟ فضحكم مارت وقت اللي شاف هارون بيك بالاخبار. رجل الاعمال المشهور هارون اورهون افتتح عنفة الرياح التي كان يعمل عليها منذ فترة. هارون اورهون رئيس مجلس ادارة شركة اورهون انتهى من بناء محطة توليد الكهرباء التي ابتدأها، وستدخل إلى الخدمة بحلول ربيع عام 2022. ما شاء الله. ومن أجل تفتيش بناء المحطة الأسبوع رجع هارون أورهون يبيض أمواله. أمي هاد نفس الزلمة. يلا حبيبي ضب كتبك وروح درس بغرفتك. يلا حبيبي لك هاد نفس الزلمة طالع على التلفزيون. بابا أنت من وين بتعرفه؟ أمي وأختي بيعرفوه كمان. لا يا سلام، أمي عندها رفيق مشهور. رفيق مشهور ما هيك؟ هارون أورهون. شو بهار؟ هذا الزلمة إجا لعنا مبارح. قديشني غبية تيمور، كل شي عم بيعمله هلأ عم بيعمله لأني كذبت عليه، مع أنه بيعرف الحقيقة وبيعرف كل شي صار فينا،
وبرغم إنه بيعرف كل شي عاشته إلا مع هداك الزلمة، بس مع هيك دعس علي ومشي بس كرمال غروره وكبريائه. شو يعني هالحكي بهار؟ هارون أورهون عم يجي لهون، عم يجي على نص بيتي وأنا ما عندي خبر؟ تيمور، ليك بعرف إنه غريب كتير تسمع هذا الحكي، بس أنا غريب؟ شو؟ غريب؟ لك الزلمة عم يجي لهون بدون علمي وانتي مخبي عني. لا وفوق هيك بتقليلي اجوا بنات من الثانوية وبتكذبي علي بهار؟ هارون بيك اجا لهون مع بنته، هو ما اجا لحاله بابا. خلص إيلا، عم بحكي انا وابوكي. نحن نقينا الشوكولاتة تبع الزواج سوا الشهر الماضي، وهي بين الفترة والتانية بتطلب مني ساعدها وأنا عم ساعدها مشان العرس. بالأخير هي خطيبة مديري، ساعدتها مبارح كمان. بعدين وقت اللي وصلوني على البيت أنا أصريت عليهم كتير إنه يطلعوا لعنا. إلا خلصنا، أمي خبت الموضوع بسببي، أنا يلي طلبت منها تخبي. يعني يمكن تشوفها هند وأنت بتعرف البنت بتحبها كتير وبيصير بدها تتصور معها. شو عرفني؟ بجوز تقلي عارفيني عليها وأنا ما بحب هالحركات السخيفة، بتعرفني بابا. قلتي لي حركات سخيفة؟ حركات سخيفة، حلوة هي الكلمة، حركات سخيفة. بعتذر منك. وقال أنا مثل الغبية كنت عم بعمل أي شي بس كرمال ما يعرف تيمور بالموضوع وتنتزع علاقة الأب ببنته. قام طلع تيمور بيعرف كل شي وعم بيضحك علي. عن جد قديشني طلعت غبية؟ لا، اللي عملتيه بيومها مو غباء، بس الإنسانة اللي ما بدها تتقبل إنه أبو ولادها عم يكذب عليها ألف كذبة بدقيقة ولساتها عم تحكي معه لهالزلمة، هي بتكون غبية يا بهار. هالمرة مو بس تيمور رح يهاجمك لأنك كذبتي، وإلا رح تهاجمك، وكمان شيلك عن إنه عم تقابلي الزلمة بالسر. إذا انكشف موضوع أنكن عم تحكوا على تليفون بس، أنتي فكرتي لوين رح توصل القصة؟ مشان الله قليلي قولي. معك حق، أساساً شو بدي أقول له بأي وش بدي رد عليه بعد ما رفع قضية التعويضات؟ هارون بيك قدر ينفذ بنته وهلأ حربه خلصت. نحن قلنا إن حرب، وبالحرب كل الطرق متاحة. سرية الجميلة جنت عند مصفف الشعر، لساته موجود، كل ما حذفته من مكان عم يطلع بمكان تاني. مسحوه على الأخير، صار لكم كم يوم وما عم تعرفوا تمسحوه. ايه معلش، معناها رفعوا قضية على الكل، عاللي صوروا وعاللي نشروا وعاللي شاركوا وعاللي حطوا لايكات، رفعوا قضية على الكل، المهم تمسحوه. يا خانم المدام هلا اجت. مبين اني بكيانة؟ يا سلام يا سلام، حماتي السابقة يلي بحبها كتير اجت لتطمن على كنتها السابقة. يا سلام يا سلام، ما اجيت لأطمن، خلينا نقول اجيت لأنقذك. أمي
مزبوط حكينا، بس كرمال اتذكر بحلف لك انه ما في سبب تاني بنوب، بس كرمال اني اتذكر. وتذكرتي منيح؟ تذكرتي اللي كان بده اياه؟ انا رايحه على اجتماع اولياء الامور، بدي منك شي واحد بس. فكري من هلا لارجع لهون، فكري انه واخيرا ريم قدرت تخلص من هذا المجرم. انتي امتى رح تخلصي منه؟ انا بعتذر، ما عاد فيني اتحمل ماما، حتى انا وبيتي مو حاسه اني ببيتي. وأنا استغربت كتير لما اتصلوا فيني، شو قالوا لي؟ قال شو منشأن الانتحار تبع كنتك السابقة اللي طلع ماله أساس؟ قال خبرينا، هنن منشأن هيك اتطلقوا؟ حكي لنا مدام، هلأ كذبة الفيتامين هي سبب الطلاق المفاجئ يا ترى؟ كيف هيك؟ ما عم بفهم كيف عرفوا؟ هلا لكن لا تكوني عم تعملي هيك كرمال تعاقبيني. ها لو بدي عاقبك ما كنت استخدمت كل قوتي ومصادري لمنع إنه الخبر ينتشر. ما كتبوا شي ما؟ انتي متأكدة مو هيك؟ لحد هلأ ايه، بس هي مجلة انتي بتعرفيهم، حتى انا ما بقدر ضل ماسكتهم، كلمة واحدة بتكفي. وهي انتي لسه ما عرفوا بتقارير المشفى طبعا. شو؟ اذا تسرب شي تقرير للمجلة فهي النهاية الحزينة، مع أنه ما عندك شي تخسري، ما هيك يا حبيبتي؟ هاد كلامك أنتي. كيف ما عندي شي أخسره؟ خلص أنتو اتطلقتوا صح؟ هلا شو مفكرة أنه ما في غير ابنك بحياتي أنا؟ بعد هديك الليلة الكل حبوني والكل وقفوا جنبي، إذا عرفوا الحقيقة رح أنتهي على الأخير، يعني الكل رح يعتبروني كذابة. شيلك عن المواقع حتى حياتي الحقيقية رح تتدمر. ايه والحقيقة أنا ما بدي تنكشف القصة، لأنه ابني ما رح يحاسب طليقته، رح يحاسبني إلي. المهم نحن رح نعمل كل اللي منقدر عليه، بس مو نحن خايفين، لازم نتأكد إنه هي ورا الخبر بالأول. لازم نتأكد إنه هي ورا الخبر بالأول؟ يعني انتي بتعرفي مين هي؟ ريم انا كيف فيني اعرف؟ لا تدقيقي على كل كلمه. هلا لا تهربي، انتي زلقتي، قولي لي مين يلي طلع هالقصه. سمعت شويه حكي بس الاسم تافه وسخيف كتير وما له معنى كمان، يعني مستحيل تكون هي. هلا لو سمحتي قولي لي. يعني ما بعرف رح تخليني أحكي، بس قلتلك هذا الحكي ما أنه مزبوط، لأنه أصلاً مستحيل. يا ريتك ما انتبهتي، كان لازم دير بالي على كلامي. حسب الكلام اللي وصلني الجاسوسة الغامضة هي إما لهديك البنت. أي بنت؟ لك هديك ما غيرها. بهار؟ بهار شو عملت؟ ليك إذا خلتني اندم لأني قلت شو بانو شو؟ قولي القصة مثل ما هي، شو اللي سويته مرتي؟ شو هي علاقتها بهارون؟ احكي. ها؟ كيف يعني؟ شو دخلها هي؟ من وين طلعت أمها للبنت؟ من وين بدها تعرف أصلاً؟ ما بعرف، أساساً قلتلك ريم أنا بحياتي ما سمعت أتفه من هذا الكلام. خلص لا تحطي ببالك، يعني في ثلاث أشخاص بيعرفوا إنها كذبة، أنتي وأنا وأبوكي. فعلاً سخيف كتير ومستحيل، عم بيكذبوا عليكي أكيد، الظاهر إنه نحتاروا شو بدهم يعملوا لحتى يربطوا كل شي بالقضية. كانوا رح يتأكدوا من المصدر، خلينا نشوف.
ثواني، شو رح يقولوا؟ رح يعترفوا بكذبهم. شو دخل المرأة؟ مستحيل. ايه قرأي لي. مو مهم ابنو، مو مهم. يلا بشوفك. لحظة، انت عم بتخبي عني شي؟ شو هالحكي هاد؟ ليش لخبي عنك؟ قريتي الرسالة وعم تضحكي علي. قريتيها وما بدك تقليلي عم بتخبي شو قالوا لك. ريم انت بلشت تشكي فيني؟ الكريم شو مفكرتيني جد بلا تخبيها عني؟ شو هالمسخرة بانو؟ ها؟ انت شو عم تقولي؟ عم تسمعي حالك شو عم تحكي؟ كيف يعني بهار التقت بهارون؟ ها؟ انت فهماني شو عم تحكي بانو؟ تعال اضربني كفين كمان. ها؟ ليش عم تعيط علي لقلي؟ شو يعني هالحكي؟ شو يعني عم يلتقوا؟ شو يعني؟ ما عم تسمعي؟ جاوبيني. طلع فيني، شو عم يصير لك؟ انت عم تغار على مرتك قدامي بكل وقاحة تيمور؟ مشان الله شو عم تقولي؟ مو وقت جنانك هلا بنوب. أساساً أنت عم تحكي كلام طالع نازل مفهوم؟ وبتستفزيني وبتعصبيني وبتطالعيني عن طوري وبعدين بتحطي الحق علي. لك بس فهميني كيف هيك؟ شو دخل مرتي بهذا الزلمة؟ شو علاقتها فيه يعني؟ عم تقولي إنهم عم يلتقوا؟ شو يعني عم يلتقوا؟ فهميني. إذا مرتي التقت بهذا الواطي ف... أنا آسفة حبيبتي، عن جد آسفة.